السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد للعبة Elden Ring. في فيديو اليوم ان شاء الله بنقاتل ونهزم أستال. اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك الفيديو. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي يلا نقاتل الحبيب هذا. تصميمه رهيب بس مزعج شوي في القتال، يبدي بليزر كمان اذكر. اوكي اوتش. دامج مو سيء بس اتوقع لو ضربنا راسه نصيب اكثر. خذ لك هذا شوي بس. One more. Ouch. Nice. راح ورد بالنيازك الحين. Nice. Come over here, boy. Nice. خليك واحد من كده. وين رحت؟ او هذه المسكة. اوكي فكرت انا بنتقل. اوكي يا حيوان تعال هنا. سوي نيازك مرة ثانية. Come over here, boy. مع السلامة. نايس، very easy. بما ان قتلناه افكر اني اسوي النهاية حق الكوست حق راني. بوم، وصلنا الى راني، قتلت التو فينجرز اللي تبعها. طبعا تعطينا من افضل الاسلحة في اللعبة اذا سويت الكوست حقها.
Very, very nice. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go and I bid thee, and once all in... Shukran ya Rani. Want a little safe? Aha. Dark Moon Great Sword. Nice. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن الفيديو أعجبكم. لا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.